معنا الآن أيضا الأستاذ كمال حسنين رئيس حزب الريادة. أهلا بك يا أستاذ كمال. وكيف يعني تابعت هذا الاهتمام الرئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بما خرج في البيان الأخير لمجلس أمناء الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح للهيئات القضائية بالإشراف الكامل على الانتخابات وتوجيه الحكومة والأجهزة المعنية بدراسة هذا ودراسة أيضا آليات تنفيذه؟ تفضل. أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين. الكلمة بتاعت الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بتؤكد أن الرئيس متابع جدا للأحداث لما يتم على الساحة في مصر، وأنه كان متابع لكلمة مجلس أمناء الحوار، ثم تابع التعليقات بتاعت الأحزاب والقوى السياسية بشأن كلهم دعمهم لما طلب به مجلس أمناء الحوار باستمرار العمل بالإشراف القضائي على الاستحقاقات، سواء انتخابات مجلس المجالس النيابية أو الشعبية أو الاستبتاءات. فده بيؤكد مرة تانية أن الرئيس في البداية لما طلب بالحوار الوطني كان ليه كلمة معروفة لما قال كل اللي هتتفقوا عليه هيتم أنا هيجي لي أنا كرئيس الجمهورية عشان أرفعه للجهات المختصة اللي محتاج تشريع هيعمله تشريع، وده رسالة مقدمة أن كل اللي هتتفق عليه في الحوار كما حدث مع الإشراف القضائي استمرار الإشراف القضائي يؤكد أن الرئيس بيتوافق مع ما يطلبه المتحاورون أو القوى اللي هي مشاركة في الحوار الوطني. فكل السرعة اللي يخرج بيها التويتة بتاعت رئيس الجمهورية أنه يطالب الحكومة ويطالب الأجهزة التنفيذية والأجهزة والمقصود بها اللي هي الجهاز التشريعي اللي هو مجلس النواب عشان يحول هذا إلى قانون، فده يؤكد أن الرئيس متابع جيد لما يدور على الساحة، متابع جيد لما يتم، متابع جيد لرؤى القوى السياسية أو القوى المدنية المختلفة فيما يهم مصلحة الوطن والمواطن. وده يؤكد مرة تانية أن الرئيس عمد لما أعلن في 26 إبريل في إفطار العائلة المصرية العام الماضي إن الهدف من الحوار الوطني إن بيدي للقوى المجتمعية اللي بتمثل المجتمع سواء أحزاب أو مجتمع مدني أو جهات قضائية أو جهات في كل مختلف مناحي الحياة إن تقعدوا مع بعض وتخرجوا برؤية للدولة المصرية الجديدة لمصر الجديدة، وكل اللي تخرجوا بيه أتتوافقوا عليه إحنا دورنا إن إحنا ننفذه ليكوا. فده بيؤكد إن قبل نبدأ الحوار 3 مايو الرئيس بيعلن بيبلغ الحكومة من خلال رسالته، ودي بتدي رسالة أخرى لكل اللي هيشاركوا في الحوار في 3 مايو ان كل ما تتفق عليه رئيس الجمهورية هيؤمر بتنفيذه. يمكن هذه النقطة الهامة، يعني هذه الاستجابة السريعة بالتأكيد تنعكس بالإيجاب على بدء جلسات الحوار الوطني في 3 مايو. طبعا هي رسالة واضحة، ودي بتدي وبترد على زي ما قلنا ان الفترة اللي فاتت كان في بعض المشككين وبعض المغردين اللي بيقولوا الحوار وده عملية شكلية وعملية، لا بيدي رسالة اهو الرئيس نفسه بيدي تعليمات في الحال، مش انتظر لما يتم الحوار وبعدين يتم تنفيذه بعد 3 مايو، لا ده بيبدأ من الآن رسالة للحكومة أن تعد مشروع قانون وأن تحوله للسلطة التشريعية عشان يطلع قانون باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستثناءات اللاحقة لبعد يناير 24 ليستمر بعد كده الإشراف القضائي. ونحن عارفين في مصر أن القضاء سلطة مستقلة والقضاء بينال ثقة كل فئات الشعب المصري، فهو عايز يدي رسالة أيضا رسالة للي بيحاول يصطادوا في الماء العكرة أن القضاء المصري هو المسؤول عن الانتخابات من أول الإعداد للعملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة النهائية، والإشراف القضائي بيبقى هو نوع من أنواع، يعني إحنا يمكن من الدول القليلة اللي بيشرف فيها الانتخابات إشراف قضائي متكامل هي مصر، فكون ان يبقى فيه قاضي على كل صندوق فدي ضمانه للمواطن، ضمانه للناخب، ضمانه للمرشح بان صوته هيوصل للمكان السليم وان ما يعلن من نتيجه هي النتيجه التي افرزها الصندوق. فدي رساله من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا بتوجه بالشكر للرئيس، ده بيؤكد انه متابع جيد. كون الكلام ده يحدث امبارح واقل من 24 ساعه رئيس الجمهوريه يعلن على طول توجيهاته للحكومه وتوجيهاته للسلطه التشريعيه ان تعدل القانون بناء على طلب مجلس امناء الحوار وعلى طلب القوى المدنيه والسياسيه التي اعلنت من خلال مداخلتها بالامس
في قناه اكسترا نيوز بوافقتها على التعديل ان يامر بهذا، ده بيعتبر، انا بقولها تاني، شكرا سياده الرئيس، وده يؤكد انك دائما مع مصلحه ما يطلبه الوطن وما يطلبه المواطن المصري بتحققه له في الحال. فعشان كده بقول تاني، دي بتدي رساله لكل اللي بيشاركوا في الحوار في 3 مايو ان كل مخرجات الحوار سواء في المجال السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، بقولها تاني، هتتحقق وهيتم تنفيذها، لان الراعي لها واللي هيتولاها هو الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو دايما بيعمل من اجل مصلحه الوطن ومن صحه المواطن المصري. انا بشكرك استاذ كمال حسنين رئيس حزب الرياده.